الصحة العامة في الفصل الأول، وهو الحق في الصحة. الحقائق الرئيسية في الحق في الصحة: دستور منظمة الصحة العالمية أن التمتع بأعلى مستوى من مستويات الصحة يمكن بلوغه في الدولة أو في المجتمع هو أحد الحقوق الأساسية لكل فرد من أفراد المجتمع الحصول على هذا الحق. يشمل الحق في الصحة أن يحصل الإنسان في المجتمع على رعاية صحية مقبولة، ميسورة التكلفة، ذات جودة عالية ومناسبة في التوقيت المناسب مع الاحتياج. بالرغم من هذا، يعاني كل عام حوالي 150 مليون شخص في العالم من الكوارث المالية، ويقع 100 مليون شخص آخر في دائرة الفقر بسبب الإنفاق على الرعاية الصحية المكلف، وهو بشكل عالي كبير جدا. الحق في الصحة يعني أن الدول يجب أن تهيئ كل الظروف التي يمكن فيها لكل فرد من أفراد المجتمع في هذه الدولة أن يكون على صحة موفورة بقدر الإمكان، بصحة جيدة وصحة عالية. ولا يعني هنا الحق في الصحة أن يكون موفور الصحة هنا يعني إجباري، ولا يعني الحق في أن يكون موفور الصحة، يعني هنا تهيئ الظروف كدولة يمكن فيها للفرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. تجنح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع إلى تحمل عبء لا داعي له من المشاكل الصحية. طبعا هنا بسبب الضعف والهشاشة والتهميش يتعرض هؤلاء الفئة من أفراد المجتمع إلى عبء آخر من أعباء المشاكل الصحية نتيجة هذا الضعف وهذه الهشاشة، يعني مثلا تفشي الأمراض لأنهم لا يملكون المال للعلاج ولا يملكون المال للتغذية الجيدة وهكذا. ميزة أخرى من النهج القائم على الحقوق هي المشاركة المفيدة ما بين أفراد المجتمع والدولة. تعني هنا المشاركة ضمان مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الـ NGOs، المنظمات الغير حكومية، في جميع المراحل البرمجية. هنا تتم هنا عملية التقييم والتحليل والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم على شكل واسع. وهذا هو النهج القائم على الحقوق: المشاركة مع الجهات الرسمية. تقول الدكتورة مارغريت تشان، مديرة عام منظمة الصحة العالمية، تقول: العالم في حاجة إلى حارس أمين على صحته، يحرس القيم ويحمي الصحة ويدافع عنها، بما في ذلك الحق في الصحة. ونعني هنا الحق في الصحة أن الحكومات في جميع بلدان العالم يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان حسب الاستطاعة في هذه الدولة. تتراوح هذه الظروف بين أن أضمن هنا توفير الخدمات الصحية، توفير ظروف العمل، تهيئة مأمونة من ظروف العمل الصحية، تهيئة إسكان الملائم والطعام المغذي. هنا الحق في الصحة لا يعني في أن يكون الإنسان موفور الصحة يعني إجباري، كما شرحنا في السلايد السابق. هنا تم التأكيد على أن الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية في جميع بلدان العالم، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم تم التأكيد عليها، وشملها معظم بلدان العالم بدون استثناء. أمثلة على تلك المعاهدات: معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هناك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في 1979 من الأمم المتحدة،
اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989. هذه الحقوق أو الاتفاقيات أو الدساتير أو القوانين موجودة على الإنترنت، على صفحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نجدها، وإذا قرأناها نجد الكثير من الحقوق في هذه الاتفاقيات. معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية أمثلة على ذلك: الميثاق الاجتماعي الأوروبي صدر في 1961، أيضا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب صدر في 1981، البروتوكول الإضافي أيضا للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يسمى بروتوكول سان سلفادور، بروتوكول سان سلفادور الذي صدر في 1988، وأيضا هناك البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الذي يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يسمى بروتوكول سان سلفادور أيضا في 88، يتبع لهذا الاتفاق، كلاهما متساوي في المثل. ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية كمثال هنا والاجتماعية والثقافية الذي صدر عام 1966 في المادة رقم 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال أو إنفاذ هذا الحق تشمل ما يلي: أولا، يجب خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع، وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، تحسين النظافة البيئية والصناعية، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، وتهيئة ظروف من شأن هذه الظروف تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. هذه أحد البيسك أو الأساسيات البدائية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة الذي صدر عام 1966 في المادة رقم 12. أن نوضح ونفعل النصوص الواردة في الاتفاقيات التي ذكرناها أعلاه. قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، وهذه اللجنة تتولى رصد الامتثال أو الانصياع أو تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان العالم باعتماد تحليل بشأن الحق في الصحة. هذا التعليق أو هذا الملخص يقضي بأن الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمة الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل أيضا ينطوي على المحددات الصحية الدفينة، مثلا توفير المياه النقية والصالحة للشرب. توفير المياه النقية والصالحة للشرب للمجتمع هذا حق، وسائل الإصحاح الملائمة هذا حق، والإمدادات الكافية من الأغذية والأطعمة المغذية هذا صح وحق، المأمونة أيضا والمساكن الآمنة، وظروف مهنية وظروف بيئية وظروف صحية، وأيضا توفير وسائل التثقيف الصحي بكل فعالياته والمعلومات الصحية المناسبة لأفراد المجتمع، بما في ذلك مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية. شوف هاي الحقوق، يعني حقوق بدائية وبيسك في الملخص. أيضا هذه تسمى محددات الصحة الدفينة، تذكروها لأنه ممكن تيجي في كويز أو في امتحان. الحق في الصحة يشمل حسب التعليق العام 4 عناصر. في التعليق العام في الملخص العام يشمل 4 عناصر. أول شيء التوافر، أول عنصر من العناصر التوافر. التوافر هنا يعني القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج الصحية. البند الآخر إمكانية الوصول،
accessibility إمكانية الوصول، استفادة جميع أفراد المجتمع من فرص الوصول إلى كل المرافق والسلع والخدمات الصحية ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف، يعني من ضمن الولاية القضائية هنا نقصد بها السيطرة القانونية على الحدود والمجال البحري والجوي والأرضي البري. وتتسم إمكانية الوصول بأربع أبعاد، هنا عدم التمييز بين الناس، إمكانية الوصول المادي يعني تتوفر النقود أو رأس المال أو المال بشكل عام للجميع، إمكانية الاقتصادية للوصول أو القدرة على تحمل النفقات، لأنه يحتاج الإنسان الموجودات الصحية بشكل دوري، وإمكانية الحصول على المعلومات والبيانات كمثال على ذلك التثقيف الصحي. البند الآخر المقبولية. المقبولية يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية، كل السلع والمرافق والخدمات يجب أن تحترم الأخلاق الطبية يعني القانون والدستور الطبي، وأن تكون مناسبة ثقافيا للمجتمع، وأن تراعي متطلبات الجنسين الذكور والإناث في المجتمع وأيضا دورة الحياة. هناك أيضا الجودة، يجب أن تكون السلع والمرافق والخدمات الصحية مناسبة علميا وطبيا، مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة، يعني نحافظ على جودة الخدمة المقدمة والسلع الصحية. يفترض هنا في الحق في الصحة يفرض على الدول الأطراف شأنه شأن حقوق الإنسان كافة. يفرض هنا الحق في الصحة ثلاث أنواع من الالتزامات. الالتزام الأول هو الاحترام، أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة. يجب على الدولة أن لا تتدخل في التمتع بالحق في الصحة لأي إنسان يعيش على أراضيها. الحماية، أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة يعني جهات أخرى غير الدول بإعاقة التمتع بالحق في الصحة. لا يجوز لأي طرف آخر ضمان هنا من الدولة، لا يجوز إلى أي طرف أن يعيق التمتع بالحق في الصحة في البلد عدا جهات أخرى غير الدول. الدول تتفق مع بعضها البعض في إنفاذ القانون، ويحق لها أحيانا التغييرات، ولكن ليس على مستوى الأفراد والمؤسسات، يعني هنا الحماية. الأداء، أي أن تتخذ الدولة خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة. يشمل أيضا الحق في الصحة حسب التعليق العام المحتوى الأساسي، وهنا يتعلق بالمستوى الأساسي الأدنى، الحد الأدنى من هذا الحق وحصول الفرد من أفراد المجتمع على الخدمات والأساسيات. وعلى الرغم من تعذر تحديد هذا المستوى من الناحية النظرية بسبب الاختلاف القائم أحيانا بين البلدان المعنية بإعمال هذا القانون، هناك ثمة عناصر أساسية مبينة تمكن من توجيه عملية تحديد الأولويات في الحق في الصحة. من المسائل المدرجة في المحتوى الأساسي الذي تتحدثنا عنه الرعاية الصحية الأولية، رعاية أساسية، القدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية. ملاحظين هنا كذا مرة نستخدم كلمة الأطعمة المغذية، ليس هناك ما يسمى الطعام الصحي الآن. الآن التغى مصطلح الطعام الصحي، أصبح هناك مصطلح بديل وهو الأطعمة المغذية. النقطة رقم ثلاثة من المسائل المدرجة في المحتوى الأساسي وسائل الإصحاح والمياه النقية والصالحة للشرب. رقم أربعة الخامسة هي الأدوية الأساسية. هناك التزامات أخرى تعتمد وعليها الدولة وتنفذ استراتيجية
وخطة عمل في وطنية في مجال الصحة العمومية. ينبغي هنا أن نتناول الاستراتيجية بحذافيرها. الدولة يجب عليها تناول هذه الاستراتيجية والخطة والشواغل الصحية للسكان جميعا، وينبغي أيضا تصميم الدولة واستعراض الدولة للخطة على أساس المشاركة والشفافية مع المجتمع، كما ينبغي أيضا تضمينها المؤشرات والمعالم التي تمكن من رصد التقدم بشكل وثيق، ومع إيلاء الاهتمام الخاص لجميع الفئات المستضعفة والمهمشة، وخصوصا الفئات التي تحتاج إلى مساعدات دائمة. هنا يجب على الدول الأطراف الموقعة على هذا العهد أن تتخذ خطوات طبقا لمبدأ الإعمال التدريجي، أي التنفيذ التدريجي لهذا القانون، ويفرض ذلك المبدأ التزام بالمضي قدما بأسرع وأنجع طريقة ممكنة. لذلك بشكل منفرد ممكن أو بفضل المساعدات والتعاون بين الدول أيضا بيتم التعاون لإنفاذ هذا الحق، وإلى أبعد حد تتيح الموارد المتوفرة بين هذه الدول. من الأهمية هنا بما كان في هذا السياق التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال للالتزامات بموجب الحق في الصحة، وبين عدم إرادتها في الامتثال لتلك الالتزامات. هل تريد أن تطبق أم لا تستطيع أن تطبق؟ هناك فرق بينهما. طبعا كل دولة على حسب ظروفها، ويتم هذا بمعرفة وإشراف الأمم المتحدة. استجابة المنظمة، المؤسسة هنا أو المنظمة أو الدولة أو الجهة النافذة. أطلقت المنظمة في إطار عملية الإصلاح الجارية نهج جديد يعزز ويسهل تعميم المنظور الجنساني. الجنساني هنا المنظور يعني حقوق الجنسين الذكر والأنثى، الجندر، والمساواة وحقوق الإنسان. هنا بالاستناد إلى التقدم الذي أحرز فعلا في هذا المجال على جميع المستويات الثلاثة للمنظمة، يعني التنفيذية والتخطيط والاستراتيجية هنا والإدارية، التي تواصل بهمة تعزيز دورها في توفير القيادة التقنية والفكرية والسياسية فيما يتعلق بالحق بالصحة، والذي ينطوي عموما على ما يلي: تعزيز قدرات المنظمة والدول الأعضاء، منظمة الصحة العالمية هنا نقصد، والدول الأعضاء فيها على دمج نهج قائم على حقوق الإنسان في الصحة، النهوض بالحق في الصحة في القانون الدولي وفي إجراءات التنمية الدولية، الدعوة إلى التمتع بحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة ومنها الحق في الصحة. على حسن الاستماع والمشاهدة.